اهلا بكم. استفقت جامعة القليعة نواحي ايت ملول على خبر جريمة قتل وحشية ارتكبت صباح اليوم الاربعاء 18 غشت 2021، حيث قامت ام بوضع حد لحياة ابنها الذي لم يتجاوز ربعه 11 سنة دون شفقة ودون رحمة. وحسب مصادر متطابقة فإن الأم القاتلة كانت تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية على الأرجح، مما دفعها لتعنيف ابنها الذي يعاني من مرض التوحد بطريقة غير آدمية وغير إنسانية، ولم تتوقف عن ذلك إلا وهو جثة هامدة. ومباشرة بعد توصلها بالإخبارية حضرت في الحال عناصر من الدرك الملكي والسلطات المحلية بمنطقة القليعة وجمهور غفير، وألقت القبض على الجانية من أجل تعميق البحث معها والكشف عن أسباب ودوافع هذه الجريمة النقراء، فيما تم نقل جثة الطفل صوب مستودع الأموات بأقادير بتعليمات من النيابة العامة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة الرئيسية للطفل. إن لله وإن إليه راجعون. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.